وزارة المالية قالت أنه هيتم تخصيص 2,100,000,000 جنيه بموازنة 2022 لتمويل أول مرحلة من عملية إحلال السيارات. كمان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال أنه هيكون هناك تكليف من الرئيس السيسي بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين اللي ممكن يستفادوا من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة أو القديمة، وده فيما يتعلق بالأجرة أو الملاكي. ده هيتم الإحلال بسيارات جديدة، لكن السيارات الجديدة دي هتكون مزودة بنظامين، نظام البنزين والغاز الطبيعي، عشان يتسق مع استراتيجية الدولة في التوسع في الطاقة النظيفة وفكرة الاقتصاد الأخضر، وهو اتجاه عالمي مصر بتحاول فيه أيضا بمنتهى القوة أنها تتواكب فيه. كمان قال الوزير معيط أنه تم تخصيص 2,100,000,000 جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل كمان الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية اللي بتستهدف 250,000 سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية واسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر. هنعرف تفاصيل أكتر وهنقف كمان عن كل اللي بيستفسر الحقيقة عن هذه المبادرة، خصوصا سواقيه الأجرة. هنفهم ده من الأستاذ أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات. أنا وسهلا بيك يا فندم، منورنا في التاسعة. أهلا وسهلا أستاذ حسام، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. إحنا يمكن شفنا في أكتر من مناسبة أنه بالفعل في ناس استلمت بالفعل العربيات أو اشتركت في مبادرة الإحلال، لكن اسمح لي يعني كل ما بركب مع سواق تاكسي بيسألني في برضو في الآليات اللي من خلالها الناس تستطيع أن هي تقدم. البعض بيقول أحيانا بناخد وقت كبير على الويب سايت، او ما بيبقوش عارفين برضو او واضحه الامور بالنسبه لهم بشكل سهل ومبسط. فاحنا عايزين نستغل وجود حضرتك معانا وتقول لنا برضو ازاي الناس تتواكب مع المبادره اللي بتاخد كل يوم خطوات مختلفه. طيب، هو احنا بناكد تاني ان المبادره ليها وسيله واحده فقط للتقديم، وهي الموقع الالكتروني بالزبط. للمبادره احيانا بعض المواطنين بيقول انه يعني يمكن مش بيعرف يتعامل مع الموقع او كده، لكن في حقيقه الامر هو الموقع مصمم بشكل ان هو يكون سهل جدا في التعامل معاه. والموقع كمان فيه وسيله مساعده للمواطن اثناء التسجيل، وهي الخط الساخن 15707. وده 15707 15707. يعني ممكن اللي مش عارف يرجع للويب سايت يرجع للتليفون المتعلقه بالموضوع. اللي مطلوب بس ان يكون الرخصه والبطاقه موجودين اثناء التسجيل، بياخد البيانات اللي موجوده فيهم وبيسجلها في الاماكن المخصصه ليها على الموقع، ومجرد ما بينتهي بيدوس على زرار الارسال بيتم التحقق من دقه البيانات ومدى انطباق الشروط على المتقدم. بتجيله على طول رساله أمامه على الموقع إن البيانات دي صحيحة، تفضل كمل إجراءات التسجيل، اللي هي اختيار نوع السيارة اللي هو عايزها ولونها، واختيار البنك اللي هو هيتعامل معاه في مسألة التقسيط والتمويل للمبادرة. جميل جدا. طيب إحنا إيه موقعنا دلوقتي في المبادرة الرئاسية؟ يعني نقدر نقول طبعا وفقا للمعلومات إنه بيتم استهداف في المرحلة الأولى 250,000 عربية. هل نقدر نقول انه بالفعل تقدم مثلا اعداد كبيره من الناس توصل او تقترب من هذه الارقام المفروض تتغير، ولا لسه محتاجين ناس تتقدم بشكل اكبر؟ طيب نقول بعض الارقام اللي منها نقدر نعرف احنا واقفين فين. من ساعه ما بدات المبادره في 4 يناير تم الاعلان عنها مع اطلاق السيد الرئيس افتتاح معرض احلال السيارات بالغاز الطبيعي، تم اطلاق الموقع الالكتروني. من ساعتها استقبلنا لغايه النهارده اكثر من 72,000 طلب على الموقع. لما بيتم تدقيق البيانات وانطباق الشروط من عدمه، تبين ان احنا عندنا وصلنا لغايه 40,000 طلب صحيح وبياناته دقيقه. جميل جدا. دول بيبداوا اجره وملاكي يا فندم، اجره وملاكي، سيارات ملاكي وسيارات اجره تاكسي. تمام، علشان في مرحلة أخرى للميكروباص بعد شهر يوليو القادم إن شاء الله. جميل. العربيات اللي هي تم تخريدها لغاية النهاردة وصلنا لحوالي 1,074 سيارة قديمة تم تخريدها، واستلموا مقابلها 928 سيارة جديدة. جميل. طبعا بنلاقي في فرق صغير كده، لأن بيبقى في فرق زمني أيام
بين تسليم السيارة القديمة واستلام السيارة الجديدة من 5 أيام لأسبوع. جميل جدا. على نهاية شهر مايو بإذن الله بعد أيام قليلة نكون وصلنا لألف سيارة جديدة تم تسليمها وإحلالها من خلال هذه المبادرة. جميل جدا. طيب أستاذ أحمد اللي بيسمعنا دلوقتي في التلفزيون وكان لسه بيشاور عقله وبيفكر دلوقتي، إزاي حضرتك تقنعه إن المبادرة دي في صالحه؟ ده غير طبعا إن هي في صالح البلد وفي صالح البيئة بشكل عام، لكن في صالحه هو بشكل مباشر إزاي؟ والله بنقول له ببساطة شديدة جدا، حضرتك احسبها بالورقة والقلم، هات ورقة وقلم كده واقسم الورقة نصين، اكتب على اليمين سيارة جديدة خارج المبادرة وعلى الشمال سيارة جديدة داخل المبادرة. حلو قوي. وابحث عن سعر السيارة الجديدة اللي حضرتك هتختارها في السوق، واعرف هتقسطها على مثلا 7 سنين ازاي، بتكلفة قد ايه، وتعالى جوه المبادرة ادخل على الموقع وشوف سعر السيارة نفسها والتقسيط على 7 سنوات قد ايه. ده اول حاجة هيجد فرق في حدود يعني من 10% ل 20%. جميل. ده اول حاجة. تاني حاجة ان مقدم السيارة مدفوع نيابة عنه من قبل الدولة، ما يسمى الحافز الاخضر، اللي تم رصد مبلغ 7 مليار على مدار 3 سنوات، ومن السنة الأولى فقط منهم تم رصد 2 مليار و100 مليون زي ما حضرتك أعلنت في بيان السيد الدكتور وزير المالية. وكمان السيارة بيتم التقسيط على 7 أو 10 سنوات، وده فترة مش موجودة خارج المبادرة في تقسيط السيارات. أضف إلى ذلك أن سعر الفايدة في التقسيط لدى البنوك داخل المبادرة 3% ثابتة طول الفترة، وده برضو مش موجود في غير المبادرة. كذلك السيارة الجديدة بتعمل بالغاز الطبيعي، يعني هي خارجة من المصنع مزودة بالوقود المزدوج، يعني البنزين والغاز الطبيعي. تكلفة اسطوانة البنزين، اسطوانة الغاز عفوا، اسطوانة الغاز من 8 إلى 10,000 جنيه، فالسيارة جاهزة بده، هو مش محتاج إن هو يجهزها. دي نقطة أخرى. أضف إلى ذلك كمان إن السيارة مؤمن عليها ضد الحوادث والسرقة والتلف الله، ومؤمن على صاحب السيارة تأمين على الحياة. دي حزمة المميزات اللي هو ممكن يحسبها بالورقة والقلم، هيجد أكيد إن هو المسألة يعني مش محتاجة كلام. مهم جدا. طب معلش أنا مش هفوت الفرصة برضو عشان موضوع الميكروباص، لأنه إحنا كان وحضرتك أكيد بتتابع برضو في الشارع أحيانا بنلاقي ميكروباصات أصلا متهالكة لدرجة إن هي ماشية يعني تقريبا بشبه إباب مكسرة أو إزاز مش موجود، يعني حاجات برضو تؤثر كمان من الناحية الصحية على المواطن. المبادرة دي مهمة، الميكروباص هيتفاعل معها إزاي بقى؟ الميكروباص إن شاء الله يعني اعتبارا من شهر يوليو هيبدأ بإذن الله دخول الميكروباص في المبادرة. الميكروباص هو في الحقيقة هو سيارة أجرة، وبالتالي بينطبق عليه قانون المرور فيما يتعلق بالسيارات الأجرة، فلن يتم ترخيص سيارة أجرة مر على صنعها 20 سنة. ده قانون المرور اللي تم تعديله أخيرا، وبالتالي لابد أن يكون في استعداد لهذا. فإحنا علشان كده بنسهل لهم ده من خلال المبادرة بتاعتنا. وعلى فكرة الحافز الأخضر أنا برضو مهم أوضح من خلال التلفزيون المصري عشان يصل للمواطنين جميعا. الحافز الأخضر بالنسبة للميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة حد اقصى 45,000 جنيه، ودي اعلى نسبه في الثلاث انواع. احنا بنعمل احلال للملاكي بنقدم له حافز اخضر 10% من سعر السياره، الاجره التاكسي 20%، لكن الميكروباص بنقدم له 25% حافز اخضر، وده اعلى حافز موجود، لان يعني الهدف ان زي ما حضرتك قلت ما نشوفش السيارات المتهالكه دي موجوده لانها بتعطل الطريق وبتدي انبعاثات كربونيه سيئه وهي بتبقى خطر على سلامه الراكب نفسه وسلامه الركاب كمان، دي من الاهداف. انا بشكرك شكرا جزيلا على التوضيح كمان السهل والمبسط يا استاذ احمد. شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادره احلال المركبات. والله في اسئله كتيره جدا بتجيلنا على موضوع اصلاح المركبات ده، وكل ما بنركب مع تاكسي الحقيقه وواضح ان الناس مهتمه ويعرف انك في التلفزيون او كده بيسال على طول على اول حاجه على مبادره احلال المركبات القديمه، يعني بنحاول نكون بسطنا المعلومات على قد ما نقدر.